شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، لافتا إلى معاناة مصر من عجز مائي كبير يصل إلى 55% من احتياجاتها. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي، حيث أكد شكري أن مصر تستمر في سياساتها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليميا ودوليا. تستمر مصر في سياستها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليميا ودوليا، وتنطلق في ذلك من اقتناع راسخ بأن الموازنة بين المصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار ليست أمرا عسيا المنال، وإنما يمكن تحقيقه بيسر فقط إذا ما اقترن ذلك بالنوايا الحسنة والإرادة السياسية الصادقة، وتم الالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه. وتؤمن مصر أن تبني هذا النهج سيؤدي لتمكين كافة الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع دونما إضرار لا يمكن احتواؤه بمصالح أي طرف. كما سيتيح تعظيم الموارد المائية المشترك وتنميته بما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلا من الانجراف إلى التوتر وتقاسم الفقر.